احنا كنحملوا المسؤوليه وزاره الثقافه الوزير مهدي بن سعيد. الاعمى واللي ما كيسمعش دابا ولا كيعرف مهرجان طنجه الدولي للشعر، كيف يعقل لوزاره انها ما تكونش كتعرف هذا المهرجان؟ وجه شكايه مباشره للملك البلاد محمد السادس بوزير الثقافه اللي المنصه ديالهم كتعدل بمبالغ خياليه، ونجيو للمهرجان الشعري ما كيعطيوهاش حتى 1000 درهم. الناس كانوا كيعتقدوا ان التكنو بارك كانت كتعطى لنا بالمجان. حنا التكنو بارك يعني على الاقل الا ما خلصنا والو راه كنخلصوا 7000 درهم، اما السنه هذه عطاونا الدوفي ديال 13000 درهم. في الحقيقه كان حنا مبرمجين عندنا 25 نشاط في 25 فضاء بهدف جعل المدينه طنجه عاصمه للشعر والشعراء. لكن للاسف الشديد البرنامج رغم انه من 24 راه رجع ب 50%، يعني حنا راه اصلا دابا حاليا يعني ابتداء من هذه اللحظه هذه حنا نازلين غير ب 50% من البرنامج. 50% اضطرينا اننا نلغيوها لعده اسباب، وهذه الاسباب هذه طبعا كتعلموها اللي هي حنا كنحملوا المسؤوليه ديالها وزاره الثقافه الوزير مهدي بن سعيد. وهذه مناسبة باش نكونوا واضحين أكثر، حتى الأعمى واللي ما كيسمعش دابا ولا كيعرف مهرجان طنجة الدولي للشعر، كيف يعقل لوزارة أنها ما تكونش كتعرف هذا المهرجان؟ وحنا كنحطوا لهم جميع الطلبات ديالنا. أنا اليوم غادي نوجه بصفتي رئيس ديال هذه الجمعية وديال هذا المهرجان، أنا من خلال هذه المنابر الإعلامية أوجه شكاية مباشرة ل الملك البلاد محمد السادس بوزير الثقافة. حنا كنعرفوا الفوضى واللي وقعت في المهرجانات ديال الغناء اللي دازوا قبل، سواء في الرباط او سواء في الظل البيضاء، اللي المنصة ديالهم كتعدل بمبالغ خيالية، ونجيو للمهرجان الشعري ما كيعطيوهاش حتى 1000 درهم. يعني هذه كارثة عظمى، والوزارة تبين أنها تعمدت التجاهل ديال المهرجان. يعني 10 سنين كافية، وهنا كنستثني الفترة ديال السي محمد الأعرج. حاجة أخرى هي مناسبة أننا نوجهوا نداء للشارك الرسمي ديالنا اللي هي ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، اللي كنشكروها بزاف على الدعم ديالها. وفي هذه اللحظة هذه حنا كنستغثوا بها أنها تعتق الموقف، لأن المهرجان عنده وعود وما عندوش دعم. من غير الدعم ديال الولاية اللي هو يعني كتوفي به من 2013، هذه شهادة حق. أما حتى باقي عندنا وعود وفقط، وبعد الدعم اللوجيستيكي اللي حصلنا عليه من طرف مقاطعة بني مكاده في شخص محمد الحمامي، وعد في الدورة اللي فاتت وفعلا وفى بالوعد ديالو، ومقاطعة ديال طنجة المدينة. أما المقاطعات والمجالس الأخرى للأسف الشديد لمسنا تراجع كبير بزاف على مستوى الدعم اللوجستيكي مقارنة مع المجالس السابقة، وهذا ما سيؤدي إلى كارثة الاندثار الفعل الثقافي في مدينة طنجة. وهذه المسؤولية نحملها أيضا للمجالس المنتخبة والأقسام ديال الشؤون الثقافية والاجتماعية في المدينة ديال طنجة، اللي الناس ديال طنجة عارفين وكيشوفوا في الفيسبوك الأنشطة شبه منعدمة، فقط نقتصر على الأنشطة الدينية والوطنية وفي القاعة ديال الحفلات وكذا. يعني ما كيواكبوش البنية الثقافية اللي عرفتها المدينة ديال طنجة. احنا كجمعية قمنا بمبادرة للمساهمة في الرقي بالنشاط الثقافي في المدينة ديال طنجة مع واحد العديد من الشركاء ديالنا مثل بيت الصحافة، ولاية جهة طنجة، تطوان الحسيمة، وكالة تنمية أقاليم الشمال. وهذه السنة هذه أعتقد أن حتى مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة انضم، ولكن كاين نقص بزاف. يعني لولا التضافر ديال الأشخاص، أنا أتحدث عن الأشخاص، يعني الأشخاص هما اللي كيمولوا هذا المهرجان. وهي مناسبة الإخوان باش نعبر على هادشي اللي في القلب، لأن حنا قررنا نكسروا الندوات السابقة الكلاسيكية
اننا نشتكيو ثاني من اداره ديال تكنو بارك مدينه طنجه اللي انها ما بغاتش تساهم في النشر ديال الجماليه ديال طنجه من خلال المهرجان، ولكن قدرت انها تدعم بعض المقاهي اللي هما متواجدين في المحيط ديال تكنو بارك، اللي من سبع المستحيلات يكون شي واحد كيدوز من تما وكيشوف شي داك القصيرات تما كيستعملوا المخدرات الى اخره. لهذا حنا كجمعيه مدنيه مواطنه مسؤوله على الافعال ديالها جات كتعدل واحد العديد من الانشطه اللي هي مربوطه بالثوابت الدستوريه ديال البلاد، لكن للاسف الشديد نلقى عائق كبير من طرف الادارات في المجالس المنتخبه وخصوصا ديال تكنو بارك. فهاد السنه حنا تكنو بارك في الحقيقه كنا دائما نعاني معها، الناس كانوا كيعتقدوا ان تكنو بارك كانت كتعطى لنا بالمجان، حنا تكنو بارك يعني على الاقل الا ما خلصنا والو راه كنخلصوا 7000 درهم، اما هاد السنه هادي عطاونا الدوفي ديال 13000 درهم، بدينا كنتفاوضوا معاهم باش نزلناها 7000 درهم. وفي جميع الاحوال المهرجان انا متاكد منه غادي ينجح، لان المهرجان من نهار بدا دابا كان من موراه نساء ورجال الاعلام ديال مدينه طنجه اللي ما سمحوش فيه، وانتم عارفين هذه القضيه هذه، يعني الاخوان كيلعبوا الدور ديال الصحفي والدور ديال المنظم، وهذه مناسبه باش نشكرهم بزاف ونشكروا اللجنه التنظيميه ونشكروا الضيوف ونقول لهم مرحبا بكم في طنجه، وغنجعلوا من مدينه طنجه عاصمه للثقافه وعاصمه للشعر، وشكرا للجميع ولا شكرا للناس اللي كيحاربوا هذه المدينه والثقافه فيها. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.